وسط غضب شعبي في تركيا، توجه وزير الدفاع الإسرائيلي أهود باراك اليوم إلى العاصمة التركية أنقرة، فيما أكدت مصادر تركية مطلعة أن الرئيس عبد الله جول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان لن يستقبلا. وتعد زيارة باراك أول زيارة يقوم بها مسؤول إسرائيلي بعد الأزمة الدبلوماسية التي نشبت بين البلدين، عندما تعمد نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني أيلون إهانة السفير التركي بتل أبيب، ما أجبر إسرائيل على تقديم اعتذار رسمي إلى تركيا بعد تهديد الأخيرة بسحب سفيرها.